تحافظ على شبابك حتى لو تكبر، انت نفسك، انت نفسك تبي تحافظ على بشرتك، على جلدك، على العجز الجلدي، ترى فيه زين شنو فيه؟ في شيء مسؤول هو اللي حافظ، كل ما يقل عندك خلاص تصير الشيخوخة، كل ما تحافظ عليه امورك طيبه. واضح شنو هذا الشيء؟ الحين اقول لك اسمه التوليمير. شنو التوليمير؟ بس قبل لا تعرف شنو التوليمير لازم تعرف في اشياء قبله عشان انت بعدين تبدع. عندنا احنا دي ان اي، لما يقولوا لك جيناتك، انتم بجيناتكم وبجيناتكم، يعني شنو جيناتكم؟ شفتوا الشريط هذا اللي فوق؟ هذا شفتوا صاير كذي، كل شريط مقابل شريط بالضبط، اذا صار خلل فيهم هني يخترب الجين، فلازم يصيرون متطابقين. زين شنو الفيتامين او المعدن اللي يخليهم متلاصقين؟ السيلينيوم، وهو اللي يخليهم يتعزون. حلو، مو هذا موضوعنا بس قلت معلومه اقول لكم اياها، يعني خص السيلينيوم. زين شنو فيهم هذول؟ هذه الشفرات الوراثيه، يعني شنو هني في عيونك، خشمك، حلجك، وهذا يورث. يعني تلاقي مثلا تصدق والله عين ابوه، صدق حبه الخاله مالت خالته تجيب الكبرها تقول كان لوميه مالت مرق، تصدق شعر اخته، تصدق والله عيونك نفس يدك، والله والله عيونك نفس يدك، الله يرحمه بالصوره شي قاعد. عرفت شلون؟ وين موجوده؟ ها كله بالشريط. زائد شنو الشريط ينطبع؟ يعني شنو ينطبع؟ يعني ينقسم. يعني شنو ينقسم؟ يعني مثلا انا صار فيني خلل بالعيون، على طول المخ يروح الدي ان اي، يا جماعه اعطونا الشفره مالت العيون، على طول يطبعون فيه الشفره مالت عينك وهي صاحيه 100%، يطبعون وعينك تتحسن. اخترب شيء بجسمك، على طول المخ يعطي اشاره حق دي ان اي، لو سمحتوا عندكم شفره الخشم؟ اي عندنا، طبعوا لي، يطبعوا له خشم جديد. فكل الشفرات مالت الخشم فيرد طبيعي. عرفت شلون الزلق لما ينزلق جلدك شلون يرد طبيعي كذي؟ ولكن المطبعه اذا ما قاعد تطبع هني يصير العجز، هني يصير مثلا الشيخوخه. انزين ونتكلم بالجزء الثاني، شلون تحافظ على شبابك من الشيخوخه وتعيش بعمر حلو مع بشره ويهك القديم الحلو لزقرت. حرام مو شايف الجزء الاول، تكفى شوف الجزء الاول. شنو قلنا؟ قلنا الكروموسومات اللي هو دي ان اي، هذا الشريط اللي حطيت لكم اياه بالجزء الاول، هو فيه معلوماتك الوراثيه، واضح؟ عشان ينقسم اذا صار خلل بالجسم، المخ يعطي اشاره عشان يسوي مطبعه يطبع عشان يصلح الخلل. فهذا شفتوا هذا؟ عشان ينقسم لازم يتسلف. يتسلف من شنو؟ من التوليمير. شنو التوليمير؟ هذا الراس، هذا اللي فوق الراس دائما يشبهونه. شفتوا تكرمون الجوتي مو في خيوط؟ نهايه الخيط شنو فيه؟ في مكبس. ليش في مكبس؟ عساس الشريط او الخيط لا يخترب. بالضبط كذي عندك وانت صغير، عندك المكبس هذا كبير، كل ما تكبر يصغر 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 يصغر، لما توصل حق سن خلاص. بس يعني شنو؟ يعني المطبعة كل ما تبي تطبع، تبي تاخذ تطبع، تبي تنقسم، تتسلف من هذا شوية وتروح تطبع، تتسلف من هذا شوية وتروح تطبع. انزين هذه سنة الحياة يا جماعة. بس في اشياء تسويها لا، التوليمير هذا يخلص بسرعة. ليش؟ لانه قاعد تنقسم الخلية اسرع. مثل شنو يا جماعة؟ ركز معي، اهم شيء يا جماعة القلق والتوتر. شفت لما تقلق تتوتر كله زعلان؟ يا جماعة اللي يقصد بالقلق والتوتر والعصبية، انت زعلت مرة واحدة صح؟ صار موقف بس او مع العيال، اقعد يا صارخت بعد شوي او بعد شوي قعدت طالع تلفزيون ضحكتي مع زوجك. انا اتكلم عن القلق والتوتر اللي 24 ساعة، والله وخرب الكعبة والستر امي ما خليه، والله بنبا لمتى؟ 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 و24 ساعة وكل ما يشوف شخص وينقهر ينقهر، هذا راح ينقص عندك التوليمير. ترى هذا حياتك، هذا عمرك. شفت هذا اللي فوق؟ اذا خلص خلاص المطبعة ما راح تطبع، ويك تجعد، مشاكل، امراض، اعراض بجسمك ما راح تتجدد. ليش؟ لان المطبعة. ونكمل المقطع الثالث عن التوليمير. اذا انت مو شايف الحلقة الاولى والثانية اوف راح تضيع وايد 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 راح تضيع. اللي شايفين الحلقات ماشيين معي 100%. قلنا التوليمير هو عمرك، كل ما يخلص خلاص. فالمطبعة كل ما تطبع عشان تصلح الخلل اللي بجسمك، كل ما تطبع المطبعة تتسلف من التوليمير. فكم مرة بتطبع اليوم؟ فقلنا من أسرع الأشياء اللي تقلل من التوليمير. ليش؟ لأن تستهلك المطبعة، فراح يأخذون منه وايد، فراح يقل يصير صغيرون. شنو؟ القلق والتوتر وشرحت فيه. بعد في عوامل ثانية، الأكل الغير صحي. لحظة، يعني صدق لما نسمع يقولك الأكل غير صحي ترى يقصر من عمرك. إيه، لأن يقصر من التوليمير. شلون يقصر؟ أنا أقولك الحين، أنا كليت أكل مو صحي، كليت دهون مهدرجة. الدهون هذه المهدرجة هم مسوينها، فراح تسوي التهابات بجسمي، فراح تضر خلايا الجسم. فلما يصير خلل في خلايا الجسم
الو السلام عليكم، المخترع عندنا خلل بالخليه الفلانيه قطع 6 شارع الثاني. على طول يروحون عند الشريط الوراثي الكروموسومات يقول حق مطبعه طبعي لنا عندنا خلل بالخليه الفلانيه. والخليه شو راح تستهلك؟ راح تستهلك من التوليمير، فراح يقل طول ما تاكل. يعني تخيل واحد اكله مو صحي ودائما بقلق توتر، اتحدى اي شخص اكله مو صحي في قلق توتر تشوف بشرته حلوه او الامراض تتشافى بسرعه، دائما مناعته طايحه وجسمه ما يتجدد. هذا راح يوصل عمر يعني بعمر صغير خلاص يصير فيه شيخوخه، ويا ما قاعد نشوف احنا، يا ما قاعد نشوف تو صغير ليش كذي كنا شايب، لانه خلاص استهلك من التوليمير خلاص. واقول لكم شيء صادم بعد، شوفوا هذه الخلايا خلاص لها عمر وتموت بعدها ما في مطبعه. عندنا الخليه السرطانيه يا جماعه شنو مشكلتها؟ مشكلتها ان التوليمير مالها قاعد يزيد، اساس شيء تتكاثر تتكاثر ما تموت، كل ما تموت تتكاثر تتكاثر. فلو قدرنا نوقف التوليمير مال شنو؟ مال السرطان بعدها. اخواني اخواتي الحين الموضوع اللي بقوله وايد مهم ويفيد وايد وايد ناس، ركزوا معي، راح اسولف عن التوليمير وامراض السرطان، ركز معي. شوف الحين عندنا شريط وراثي حلو، نفس اللي بالصوره حلو، في عندنا توليمير، الشريط الوراثي عشان يطبع ياخذ من التوليمير، ولكن راح يصير وقت خلاص التوليمير خلاص يخلص، فبعدها الخلايا ما تنقسم فما راح توصل للرسائل. اوكي اوكي، خلايا السرطانيه يا جماعه ركز معي، خلايا السرطانيه شنو تسوي؟ الحين طلعت خليه سرطانيه بس شلون تتكاثر؟ لازم تتسلف من التوليمير، التوليمير لازم يخلص. في عندها شيء يا جماعه مع الخلية السرطانية شنو؟ توليميراز. شنو هذا التوليميراز؟ تكفى ركز تكفى، التوليميراز يطول التولومير، يطوله يعني يتكاثر ما يوقف، يتكاثر 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 يتكاثر. فكل العلماء اللي بالدنيا كلها بس عندها منية واحدة، ان تعطل التوليميراز عشان لا يكبر التوليميرز، وتوقف التوليمير توقفه عشان لا يتكاثر، واذا وقفه بعدها خلاص ما راح يتكاثر، راح تصير خلية حالها حال اي خلية ثانية لها عمر وتموت ويوقف التكاثر. سمعت وبحثت وبحثت واروح لك اليابان، في بروفيسور يا جماعة اسمه شيراتي، شنو يقول؟ يقول النانو الهيدروجين، الجهاز النانو الهيدروجين الاستنشاق شنو يسوي؟ يعطل التوليميراز، يعطله وما يخلي التوليمير يقوم يزيد، بعدها شنو؟ يوقف التكاثر. عرفت شلون يا جماعة؟ شو اللي يخلي الخلايا تتكاثر تتكاثر تتكاثر؟ لأن التوليمير خلص عندنا خلاص، لا مال السرطان يقوم يزيد. زين هل عندنا أشياء ثانية تزود التوليمير مثلا؟ إيه، في عندنا مثلا الخلايا الجذعية يظل يزيد، عندنا مثلا الحيوانات المنوية عند الريال يظل يزيد، عشان شي تلاحظون ريال كبير بالسن شايب تلقاه مثلا مرتح ملت أو تزوج واحدة صغيرة ويا أبو بيبي. عرفت شلون؟ عندنا خلايا سرطانية. عند نهاية الحلقة آخر شيء راح أقول لكم شنو الشيء اللي اتفقوا عليه وايد دراسات إنه يحافظ على التوليمير. عرفنا إذا أنت تو قداش الحلقة ما راح تفهم ولا شيء، فلازم ترجع من أول جديد. زين أكثر الدراسات شنو قالت؟ قالت يا جماعة الأوميجا 3، الأوميجا 3 هذا السمك، إيه هذا تب تأخذ تابلت، أكل سمك أحسن، ما تأكل أخذ تابلت. ولكن قلت أنا بحلقة شلون نختار الأوميجا 3، يكون فاتي أسيد ويكون الاي بي اي والدي اتش اي فوق ال 200، واضح؟ هذا اهم خطوات ويعني اهم اشياء تاخذها بالاوميجا 3، غير شيء لا تاخذ. زين شنو يسوي هو الاوميجا 3؟ بصراحه ما قالوا شنو يسوي، ولكن قالوا يعني يثبته. فتوني قاعد افكر هل يثبته انه ما يخليه ينقص ولا ممكن يسوي شيء ثاني؟ وانا بصراحه رايي على الثاني اللي الحين بقوله. شنو يسوي الاوميجا 3؟ انا شيء قاعد افكر يا جماعه مو دراسه، قاعد افكر الاوميجا 3 يشيل لنا التهابات بالجسم ويعالج الجسم، فما يخلي المخ يحتاج ان الخلايا تنقسم، فبعدها ما يخلص التوليمير. عرفنا شلون يا جماعه؟ انا شي فكرت فيها فراح اخليه بحياتي. زائد الاشياء اللي تقصر من التوليمير يا جماعه قلت لكم القلق والتوتر والاكل غير صحي، وشرحت لكم شلون، لانه راح تستهلك المطبعه وهذاك راح يخلص، لانهم لازم يتسلفون منه، يعني كنا قلم ما فيه حبر، فتب تكتب شلون؟ فلازم تاخذ حبر، لازم فكم مره باليوم راح تكتب؟ فكم مرة راح تستهلك الحبر؟ الله يعطيكم العافية واشوفكم على خير، وخلكم مع بوضاري. بالحلقات الجاية راح اسولف لكم عن الخلايا السرطانية شلون تتكاثر وشنو يصير بالخلية عشان ينشأ السرطان. ما لكم علاقة بهذول، اخذ العشبة الفلانية توقف السرطان، اخذ ما شنو السرطان مفتعل، السرطان ما له علاج، هذا كله خرابيط يا جماعة. اذا سمعتوا حلقتي راح تقولون، راح تشوفون الناس هذه اللي تسولف شي راح تقولون شنو هالناس التافهة هذه،
اوكي يا جماعه واشوفكم على خير.